إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أيتما دي السماء أين غتلام أغنس نغت برات مزيرت، مرحبا بكم. ونول نول تجمي نون. إذن موضوع الساعة هو تحليل وتعليق على شيئين اثنين: الخطاب الملكي و العفو الملكي. إذن غادي نبداو ندخلو في الموضوع على الخطاب الملكي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه جابي العزيز. نخلد اليوم بكل اعتزاز الذكرى 25 لاعتلائنا العرش، وخلال هذه السنوات حققنا والحمد لله العديد من المكاسب والمنجزات في مجال قف تريت. قلتي 25 سنة حققتها بكل اعتزاز، بماذا تعتز؟ لم تحقق أي شيء، والفترة الزمنية ليست بربع قرن، ليست بخمسة وعشرين سنة، هي أقل من 12 سنة. كنعرفو نحسبو، الله سبحانه أعطانا الأصابع وخلقنا على أحسن تقويم، وأرضك أنت أسفل سافلين، ومن في فلكك وعلى ملتك. 50% ديال هاد السنوات الأخيرة اللي انت حسبتيها 25 سنة قضيتها في شوارع باريس وفي قصور باريس وبإفريقيا، لم تقضيها في المكتب وعلى الكرسي والمنضدة، والهم ديالك هو التدبير والتسيير ديال مصالح الأمة المغربية والشعب المغربي. إذن الخطاب ديالك هذا راه ماشي خطاب سياسي، لماذا؟ راه فيه 13 دقيقة الخطاب السياسي ودير عيد العرش خص تكون فيه 20 حتى 30 دقيقة. الثلث الأول خصك تكلم وتقدم ما وعدتنا به في الخطاب ديال عيد العرش الماضي. هذا الثلث الأول متاع هاد الفترة الزمنية هذه. إذا ما عرفتيش تدبر وتسير خطاب سياسي، كيف يمكن لك أنت ومن معك أن تدبر وتسير شؤون أمة متاع 40 مليون متاع البشر، وفيها 10 مليون خارج الديار؟ إذا في الثلث الأول اللي هي 10 ديال الدقائق تقولي لا أش نجزتي، في 10 دقائق الثانية لان خصك توعدنا باللي غتنجز، وكاين مسائل اللي هي في الزمن القريب والمتوسط والبعيد، وتقولنا اش درتي في اكور تيرم من هذاك عيد العرش الى هذا اش درتي، وداك الشيء في المدى المتوسط اش نجزتي منه، وهي العراقيل اللي حالت دون إتمام وعد ألون تيرم. انت و 25 سنة الحكم ديالك كاع الخرجات ديالك ما كانش شاي خرجة متاع رجل دولة، إنسان كيسير، إنسان كيتحمل المسؤولية. من خرجتي اش قلتي؟ قلتي جوج ديال النقاط سلفا، قلتي خوتكم
والاشقاء ديالكم الجزائريين. حنا عندنا حجاج، راه كاين الادله دامغه، والتكنولوجيا والعلم ما كتكذبش. احترموهم. ثانيا قلتي كاين واحد الدعم، واحد الصندوق لواحد الناس ومجموعه ديال الناس ومجموعه ديال الاشخاص عندهم واحد التكوين وواحد المعرفه عاليه، وهذوك الناس هما الناس ديال اسرائيل. اذا الخطاب ديالك السياسي بحال ديال الاب ديالك ما عمرو كان موجه للانسان المغربي والشعب المغربي. اوكي، علي ودع كاري هذا. انا راه الدور ديالي غادي نبين الاخطاء ديالك والاخطاء ديال اي واحد عدو الشعب المغربي. جون سنتوليك، هذا راه ماشي خطاب سياسي. جون سنتوليك، الاصلاحات السياسيه والمؤسسيه وترسيخ الهويه المغربيه كما اطلقنا ما بغيتش نوقفك كل مره، حيت انا خدمت على نصوص قانونيه فلسفيه سياسيه اقتصاديه ماليه. انا ولد اللغه، انا كنعرف الصنعه في الكتابه. ما نبغيش كل مره نبقى ما غنساليوش هاد الخطبه اللي انت درت فيها 13 دقيقه وفيها كل اخطاء. اش قلتي؟ ترسيخ الهويه المغربيه. وكيف سترسخ الهويه المغربيه وانت والاب ديالك الحسن ثاني من فتح الباب على مصراعيه ودخلوا لنا الافارقه من الجنوب، دخلتوهم وعطيتوهم ظرف 25 سنه ديال الحكم ديالك الجنسيه المغربيه، وعمروا الكراسي اللي غيعمروهم ولاد الشعب في المدارس، ومشاو للمستشفيات ولاد الشعب، وتخلقوا مناصب شغل هما اللي غياخذوها. ها حتى على مستوى الشباب اللي غيخدم ما خدم شي، وملي ما خدم شي الشباب ما غيتجوز شي، وفي التلفزيون اللي راه تابعه لك انت والدوله وبالمال ديالنا غادي تطلعوا افارقه وغديروا دعاية وتلمعوا لهم الصورة بلي الزواج من الافريقي وكذا وكذا، وما غيتجوش الانسان المغربي وغيتجوج الافريقي بالمغربية. ها وغتدخل علينا ثقافة وعقلية. اين هي الهوية هنا؟ عن ماذا تتكلم؟ مزيان قلتي ترسيخ الهويه المغربيه ودخلوا الناس من الشر، بغيت نقول الشرق ديال المغرب اللي هي الجزائر، ها وخدموا في المغرب وبدون جنسيه وخدموا في مناصب ديال الدوله، ودخلوا جزائريين بجنسيه فرنسية كيربحوا 1200 حتى 1500 ديال الأورو، ودخلوا المغاربة شراو الشقق ما عمرهم ما خداوهم، والجزائريين خداو الشقة وغلاو الشقق على المغاربة، وغيتبعوا لها من بعد غيعطوهم تسهيلات في الكريديات في السلف، وغيدخلوا السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وخلطتوها على الانسان المغربي رديتوها حريره. هذا بشالون، هذا الكرافس، هذا قزبور معدنوش، هذا الحمص، هذا عدسون، هذا فلون، وزتو لها الحريره وهما تسيمونتي وداكشي، وهو ينعش الشعب المغربي، وهو ينعش الشرب، وهو ينعش والمغربي اللي عاق وكيعيق مسمار ودار فيها اللي قال، درتو فيها اللي قال عبد الرحمن المجدوب الله يرحمه، القرد اللي هو المغربي مشى للغرب والذيب جاب راسو في البلاد،
وكتقول لي الهويه تورسيخو. واش كتعرف معنى تورسيخو؟ واش كتعرف اللغه العربيه؟ وشكون هذا اللي كتب لك هذه الشهاده؟ تورسيخو الهويه. What are you talking about? دو كيل ايدونتيتي؟ اين هويه؟ انتوما كتضربوا الهويه. مدونة الحوايج الشخصية، أنت المرأة، الأسرة، أنت المستشار ديالك هو اللي خرج وقال بلي أنت وهو قالوا لكم هادوك اللي فوق اللي كيخلعوكم نتوما بلي غتلعبوا وغتغيروا ثلاثة ديال الأجيال. أين هوية علاش كتهضر؟ أين هوية علاش كتهضر؟ راه مازالين كتعقلوا وكيسحب لك. حنا في يمه الراديو كاين غير زبط البريهي رقم واحد والناس كتمشي كتجلس في الحلاقي وكتصل في الحلاقي. مشي داك العالد راك انسان متخلف. راه حتى انا عندي تلفزيون وعندي تليفون واحد الكمبيوتر هنا راه كبير. راه عندي الدار كتغلب راه الدماغ ديالي انا غير الماكينتوش وبزاف تاع البارابول البارابولات ولي زونتيم. راه عقلي كيدور كيسبق الساعه. اذا كام داون وما تلعبش العشره راك انت اللي فزتي في البلاد. اللي قالوا الشينوا الحوته كتخرج من الراس ديالها. الهويه هي المراه في دور رب البنات على الفضيله انها في الشرق علة ذلك الإخفاقي. نتوما ضربتوا المرعى رئيس الحكومة ديالك هو اللي قالها. وحيت نتوما ماشي شجعانين وماشي ناس المواقف وماشي ناس ديال الهبة وماشي ناس متاع الوزن. ما قدرش يقولها من الأرض ديال المغرب الطاهرة غيقولها من البلاد متاع طاليان. قال غادي نعاود لكم التخابي غادي نعاود لكم التربيه. والوزير ديالك شليحه كلهم غير ولاد مالين الحوانت. اش قال؟ حنا غادي نغيروا هاد جينا باش نغيروا هاد الامه هادي وحنا ما خايفين شاي وحنا كتافنا سخان ومحميين. انت واللي من معاك كدمروا في البلاد وفي العباد. اذا اين هويه علاش كتكلم؟ واش كتعرف كيسكو فو ديغ ليدونتيتي دي ناسيون؟ واش قريتيها ولا ما قريتيهاش؟ راكم نتوما يا ليتا كونتر لا سوسيتي. نتوما دايرين الدور ضد المجتمع. شير ديما نتاع الصلاقط وما تقدوش عليها. راه ما تقدوش على الصلاقط. راه سيأتي يوم ستضيق بكم الارض بما رحبت وغادي يجيبكم. اقسم يمينا ثلاثه يغتكشم اخرى وكردي ردي تشكم. اقسمت بالله غدخلوا في الخرزه ديال البخوشه ولا ديال العقربه. سناتي بكم لفيفا وغادي نحكمكم. راكم مشيتوا بعيد. نزيدو نسنتو لك كثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية لتحقيق التماسك الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات. Listen man, I have to stop you again and again and again and again. اش من تماسك اجتماعي؟ ضرب الزنجال ولاد الحوز ولاد سوش وتريبوا الديور وقال لك الامم والشعوب والمجتمعات نجيو نعاونوك. قلت لهم لا عندنا الخبره. حنا عندنا الخبره بغينا غير الفلوس. وحليتي لهم الصندوق وكتبتي عليه سميتك وحطوا الفلوس. واش دوك الناس طليتي عليهم يوم واحد؟ ما طليتيش عليهم. ما تبوطبول وصفتي ليه البرقيه أليس كذلك؟ تحرقات لا كاتدرال دو باري نوتردام دو باري وصفتي لها الملاير. انا رد ليا فلوسي انايا. انا ما تعطيش فلوسي وغنعاقبك عليهم. اه عطيتي منين لا كاتدرال دو باري؟ بنيتي
مشيتي كتجري بنيتي بزاف افريقيا مزيان. ايوا عطيني الديفيدون ديالي، النصيب ديالي، القسمة ديالي من داك الارباح، عطيني عليه ولد عكري، عطيني شي حاجة، عطيني برهانك. لا وعلاش كتكلم؟ اش من تماشوك اجتماعي؟ انت ما كتعرف لا التماشوك لا المجتمع، كتعرف تماشوك واحد وهي جيكو جيكو، ما تشي مال هذوك هو، راه على ولد عكري كيتكلم معاك، راه ماشي شي واحد ربطو شي مرا جيكو من جيكو، راه على ولد عكري كيهضر معاك من موقف القوة. وصعب هاد القضية هادي، راه ما كان لا جاك بالونج لا كافود بغداد. شوف أي تماشوك جاب أي تماشوك، على ماذا كتتكلم يا ولد يا رجل؟ بالله عليك أي تماشوك؟ جبال ديال سوس تقلقات وأخرجت ما في باطنها ودمرت العباد والحيوانات الى يومنا هذا. الناس ديال شوش والحوز باقين تحت السماء، باقا كتصب عليهم الشتا، القياط نتقطعوا الشتا من جهه والحراره من جهه. واش كتعتقد بلي انك بكلام ماشي حتى معشول، ماشي حتى عبارات، ماشي حتى نظر، بحال ما قريتيش من فالوطي؟ اقرا من فالوطي واكتب على من واليه، ولا قروك بونجور مدام بونجور مشو، راه سا ماغش با، راه غتعاقب يا ولدي، اقسم يمينا ثلاثة ستضيق بك الارض بما رحبت، ما عندك حتى الصحة باش تهرب، وحتى فين تاكل العصا، راه دار المقربة قبلاصتها، والناس راه باقيين تحت الشجر نتاع الليمون، والمغاربة راه باقيين مدفونين، ف نتاع 65 عظام رميم بالية بقى تحت الارض في بوشكوره. المياه راه كتشهد عليكم في الريف تاع 58. اذا على اي تماسك اجتماعي علاش كتكلم؟ اي تماسك اجتماعي فيما بني اسرائيل ولا بني هود هودون خاصهم شي حاجه كتصير انت واقف تما نيا. شوف ما تنساش يا محمد، علي ولد العكري كيهضر معاك، انت راك خدام عندي، انت راك قدام عندي بدوني انا انت لست شيئا. انا راه ما تنبيعكش وما تنبيع حتى شي واحد انايا، انا راه ما درتش معاك لا عقد اجتماعي لا العقد الفريد، قطعتي ضربوا هذا العقد هذا. اعلم انت من على شاكلتك، انت قدام عندي، القصور راه ديالي، المال ديالي، انت في ملكي، هل تعلم هذا؟ قريتيها في ميكيافيل ولا لا؟ ما خرجتيها شي، إوا سير عاود قرا ميكيافيل، وقرا حتى موسكي ودودو، ورجع لهم ستا هويا، وطز عليهم كاملين، على ولد عكري بنظرية جديدة، وفكر جديد، لن تنسى، الأيام بيننا، أقسم برب الكعبة، إذا الأيام بيننا، وفي ذلك اليوم، سيعين فيه الله من يشاء، إذا، أعطي سرق فلوسك. اعطي بفلوسك، الراجل كيدير الخير بفلوسه ماشي بفلوس ديال الشعب. ما تطلبش من الانسان المغربي، راه انت انسان فقير وجيتي من الفقر وغتموت في الفقر، وبربي راك تعيش الفقر، هذيك ياكل كيشرب وعنده السنان وعنده كلشي وكيدير كلشي عنده كبير، انت ما عندك والو، راك فقير وراك تعيش الفقر رغم انك ملك، راك فقير، راه ما كاينش شي ملك في التاريخ خلطوا الصحة في 38 عام الا محمد السادس، وهذا يكفينا فيكم، هذا سميه الغضب الالهي، البلاء الالهي، سميه سانكسيون سوسيال، العقاب الاجتماعي، والايام بيننا، وغادي تشوفوا المحكمة، بعد تكون اويكلو، بلا ما اويكلو، اويكلو لا ليموش جيرا سيغانايا. باغي تربح عام كامل ما درتي والو، وغتخرج باغي تربح حاط دوخنا، فا دوخنا الدماغ ديالنا، حاط دوخنا شي حاجه وحده اخرى باش العقل معي باش ندير لكم الشلوح، باغي تبرزنا بعبارات ومصطلحات، راه غير انت اللي كسول، راه على ولد عكري هذا، خاصكم تعلموا وتعرفوا وتكونوا على يقين أن اليوم
كل دولة دولة عندها المشاكل ديالها في الداخل ديالها، فهمتيها؟ يعقل عليها. خديتو فلوس من عند كتطلبو بالناس من عند العالم وكديرهم في جيبكم، في جيبكم راه 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 نتوما كثر من الفقراء. انا ما كنفرقش بينك وبين ولد البركه ولد مي الزاويه ولا ولد مي سميتها ولد مي الزموريه، تيخدم كيضرب في جيبو هذاك ولد الفخر. وانتيا ايوا راه جيتو بالحفا وبالعرى وكتشربوا البول ديال الابل، ولكن الحمد لله راك 68 عام وانتم ملوك وساكنين عندنا في القصوره. الاساسيه وعملنا كذلك على تكريس الوحده الترابيه وتعزيز مكانه المغرب كفاعل وازن وشريك مسؤول وموثوق على الصعيدين الجهوي والدولي. شابي العزيز انما حققناه شتي على فلات نتاع اللسان، يعطينا الثقه شتي على فلات نتاع اللسان. بنقول شعبي العزيز راه يقولون ماذا يفعلون. شعبي العزيز قال شعبي اين وحده ترابيه، اين وحده ترابيه في العمر العلوي داروا شي حرب على الوحده الترابيه، فين درتو شي حرب على هاد الوحده الترابيه؟ 28 جزيره رديتي منها وحده وهوي شفتو من ليليا وهوي، الصحراء مازال كتسنى الاعتراف ديال فرنسا، الرجل ما كيتسناش الاعتراف تاع شي واحد، ما كيعتمدش على شي واحد، كاع اللي كيعتمد على شي واحد يضل ويقل. انا جبت نقول تحدي انا بالبشر وغادي نرد، انا ارضي هي الارض ديالي، بغيتيها تبقى فيها ما بغيتيش تبقى فيها ما تبقاش فيها، سير بحالك دخل لافريقيا، انا ارضي تبقى الوحده الترابيه. الى الوحده الترابيه كيتماشي وحده؟ مازال كتجلس مع الناس في الامم المتحده وتجلس لي مع صحراوه، واش كاين شي واحد كيجلس مع واحد صحراوي؟ الصحراوي ما خصوش يجلس، روح حال هو هذا هو اللي كيقلب على الماء كاع ما عندك حتى في العاصمه. والأمل في المستقبل، إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا تحتاج إلى المزيد من الجهود واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات إشكالية الماء التي تزداد حدة بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية. متوالي 6 سنوات من الجف. شوف ما تبقاش تمسحو في الطبيعة، ما تبقاش تمسحو في الجفاف في الأبراج الدولية والعالمية والإفريقية والعربية والأوروبية، ما كتقدش على التسيير، ما كتقدش على الماناجمنت، ما كتقدش على لا غوفيرنونس، ما قديتيش عليها، أنت ما حاضر شاي. هنا تحديات، الى مشكل ديال الماء، فين كاين المشكل ديال الماء؟ الماء كاين في البلاد، الماء كاين في البلاد، اذا كان المشكل في تاع البلاد الماء في البلاد، علاش 28 دولة في اوروبا واكلة بطاطا واكلة مطيشة واكلة الخضروات ديال المغرب فريشكا؟ علاش 28 دولة في اوروبا واكلة التفاح واكلة البنان واكلة كلشي؟ اذا كان الجفاف راه البطاطا ما طلعش من الارض، ما ياكلهاش المغربي وما ياكلهاش هي الفرنساوي والبلجيكي والهولندي والالماني، الخيرات ديال المغرب كياكلها البراني في اوروبا 28 دولة اقل ثمن، انا بحال داها عفريت من الجن ولا شي واحد عنده علم من الكتاب ومشات، ما كاين ليسانس لا الكاز ما ساك حتى شي واحد، ما مشى حتى شي واحد، وصلت لهم غير هكداك عاود الريح باقل ثمن. وبناء دابا معباك كانت اوروبا كتاكل، دابا تزادوا دول وحدين في اوروبا ومعاك انت ولاو كياكلوا حتى الافارقه، ملي كيكون لي الدلاح والبطيخ وكلشي كيجبد يجبد يجبد 17 طن تاع الماء،
حيت ما كيهمكش، ما كيهمكش الماء. الا كاينه ازمه ديال الماء، كاينه ازمه في التفكير وفي التدبير وفي التسيير، وكاين عدم المبالاه حيت ما كاينش واحد اللي غيحاسبكم. كاع الناس كتقول عندنا قدو قدا ديال الماء، عندنا قدو قدا تاع الناس، وكدير واحد النوع تاع كتبالونسي، واحد ليكيليبريوم، واحد النوع تاع التوازن. نتوما واش انت حكم من راسك وبدا من راسك، واش كاين شي قصر من القصور ما كتكونش فيه؟ والحديقه راه فيها الماء كيفرفر، عمرك قلتي هاد الماء راه يشربوه ولاد السوق تحتي ولا ولاد درب دباشي؟ لا، الماء دارح، الماء كاين كتجبدوه كتشرو العاليات باش تخرجوا داك الماء. الدنيا خضراء في المغرب، ايوا راه كانت الدنيا خضراء، ايوا راه غتولي قحيله من بعد، حيت ما كيهمكمش، حيت في المعادله ديالكم ما كاينش الانسان المغربي ولد الشعب. ولقيتو ولاد الشعب غير المكلخ حدا المكلخ وكيصفقوا لكم. الحمد لله، باش ما الشعب حاني، باش ما الشعب مكلخ، باش ما الشعب كيصفق لكم، باش ما الساعه ديالكم هادشي لا ريب فيها والايام بيننا. هاد الشعب راه ما غيخرج شي وما غيدافع شي عليك، وما نعتقد شي هاد المصفقين واش غادي في ذلك اليوم العسير. راه كاين واحد النهار غتلاقاو فيه يا ولدي، وجد راسك، وجد راسك. الجفاف اثر بشكل عميق على الاحتياطات المائيه والمياه الباطنيه، وجعل الوضعيه المائيه اكثر هشاشه وتعقيدا. ولمواجهه هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لا سيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصائص في الماء. وفتحنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي ساهم والحمد لله في التخفيف من حدة الوضع المائي. ونظرا لتزايد الاحتياج علاه ما كتكذب؟ واش ما كتشوف شي تليفونات نتاع عباد الله كيصوروا المكحل؟ شي قال لك الماء مالح، شي قال لك راه فيه خنج؟ واش عايش معانا ولا عايش شي جالاكسي وحده اخرى؟ راه اقبح حاجه هو ملي تيكون واحد الانسان تيخلي الشعب ديالو وكيمشي مع الغريب، الغريب سيبقى غريب. راه اقبح حاجه هو الانسان كيعتمد على الغريب، على الاجنبي. لقد خلت من قبلك امم اعتمدوا على الغريب وتغربوا، انت راه ما غتغرب شيء. نعم ستؤدي الثمن غالي يا ولدي، على أين؟ 25 سنة تراكم ديال الظلم، الفساد، الاستبداد، الظلم، الجور، الحقد على الإنسان المغربي، على المرأة المغربية، على التراث المغربي، على كل شيء. كيف يعقل كتهضر على الهوية المغربية والتماسك الاجتماعي؟ 21 ولا 27 واحد مات في مدينة واحدة بني ملال، وفي نفس هاد المدينة هادي ونفس الفترة الزمنية، بمعنى في لوطو اي لسباس في الزمان والمكان في بني ملال، 27 واحد غادي تموت وغيدار مهرجان تاع 300 مليون. هادي راه معادلة، واش تقدر تحلها نتايا؟ تقدر تشرحها؟ راه الفقر ماشي حتمية، نتوما اللي صنعتوه، ربك اللي كان كيقولها. فقر شعبك يتبعك، فقر كلبك، جوع كلبك يتبعه، وبقيتي
على المنهاج ديال باباك. باباك راه قتلته غير مرة، وانت غادي يقتلوك القطوطة، غادي يمشوك. راه الايام ديالكم العلويين دائما كتنتهي خيبة واخيب، هي ديالك نتايا. موازين الهوية المغربية، اين هوية؟ فيما كان شي وحده عريانه، فيما كان شي وحده والملاير كيمشيو، ها، وكتدمروا البلاد بالملاير، كتطلبوا بينا وكتعطيهم الاجانب. مغني جيجا ما كيعترفوا به الناس في بلادو، كتجيبوه لنا بلاد حنا ما عندناش معاه علاقه لا تاريخيه لا دينيه لا حتى شي ارض، ماشي حتى ارض ديال بصح. وكيجيو الناس ديالو كياخذوا الفلوس باش يغنوا بحال سمعت الحاجه الحمدويه عبد الحميد الزاهر، بعد يغني لنا على الوقت باش نعرفوا معنى الوقت، واش دقيقه ما عندها قيمه. كتجيب لنا حنا كاع الناس عريانين وكاع الناس، اي انا بغيت غير نفهم، واش حيت انت فيك اللعبه بغيتي كاع الناس تكون فيهم اللعبه؟ راه ما كاينش تكون في الناس اللعبه، راه غير انت اللي عندك لاكسيدو كروموزوميك ولا كروموزونيك ولا شي حاجه. ما قادش تحكم ماشي عيب، قول اخويا علي انا ما نقدش شي، ايوا استاذ نصرانيه راه نعرفك ما قادش شي، راه باش ما كطولها غتأدي ثمن غالي، اقسم يمين ثلاثه علي انت راك عارف غتأدي ثمن غالي، انت راك عارفها. انت كتقول انا غادي نموت بحال كان كيقول باك غير نموت يدبروا ريوسهم، عليك نتايا غادي تأديها 400 سنه ديال الظلم والجور، غادي تأدي الثمن ديال اسماعيل اللي جاب لنا البواخره، كاع داك التراكم. انت غتخلص الفاكتوره، انت غتخلص الفاكتوره، العقل عليها. والايام بيننا، الوقت راه ريلدي، الايام كطيح، الوقت سريع وما غتحكم فيه لا انت لا انايا، غير انا على حق وانت على باطل. احتياجات الاكراهات يلح على دورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي في كل ظروف الأحوال، وهو ضمان الماء الشرب لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني. وفي هذا السياق لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع. قلت 80% بمعنى 20% غيبقاو بلا ما، هذا راه مالك تيهضر، كيهضر على السير نتاع المياه. راه إلا قلتي غادي دير 100 راه غدير منها غير 65، انت قلتي 80 بمعنى ما غاتوصلش 50. اليوم عندنا مشكل نتاع الماء، راه المشكل ماشي ديال الماء اللي ما كاين شي، المشكل ديال انت والناس اللي معاك كتدبروا المصالح ديالكم. انا بغيت نفهم علاش المصالح ديالكم ممشيه مزيان في واحد الدوله فقيره، انتوما اغنياء من الاغنياء نتاع العالم الغني، والانسان المغربي غادي وتيفقر. الماء ديالنا كتدمروه، السما ديالنا كتدمروها، الارض كتدمروها، الخيرات كتدمروها، المراه كتدمروها، كلشي كتدمروا. المساجد سديتيها، المصاحف حيدتيها، اللوحه فاش كيقراو الدراري وشي فيهم كيضرب شي ولف وفقيه كيضربو بالمشويطه، كلشي دمرتيه. اين هويه علاش كتهضر، واين تاريخ علاش كتهضر؟ انت غير واحد العدو داخل من دس معانا، زدت نصرانيه ماشي كومسا، هذه فهمت عن الناس لا هي اعداء. انا ما كان ما بليش فيك في التاريخ ديالك من نهار دزتي لي يومنا هذا، بلي انت شي نهار كانت فيك الوطنيه وحب المغاربه وحب الانسان المغربي وحب الارض المغربيه، انت كتكون فرحان وكتضحك غير ملي كتكون في فرنسا ولا في افريقيا، كتدخل عندنا ما كتضحكش مازال، ولا حنا ما تنعرفوش مشاريع السدود المبرمجه في المناطق التي تعرف تساقطات مهمه. وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الارادي والطموح
ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية من خوض واد لو واللوكوس إلى حوض أم الربيع مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر. كما ستتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد. شتي هذه الجملة هذه اللي قال بحال اليوم هذه 45 سنة قالها بوه. هذا المقطع هذا قالوا با هذه 45 46 سنة من يبدا با كيدير الشدود وقتل جنرات نهار العيد وقتل أكبر مدرسة عسكرية ومحاها من الأرض وحيد الهوية به ديال الصراع والنضال غادي يدير السدود. السدود ما هي إلا نتيجة ديال التصالح وديال الرشوة. باه غادي يرشي الجنرالات والوزراء باش يخلق واحد الطبقة برجوازية اللي ما كتخلقش كاين ولا ما كاين شيء ها، وغادي يدير السدود وعلى ضفاف دوك السدود الجنرات غياخذوا الفيرمات الاراضي وغيوليو جنة. كاين جنرالات في الجدارميه وفي العسكر ملي كيدوك الفيرمه ديالهم باش يوروك التفاح ولا الليمون بلا ليكوبتر ديال الجدارميه باش كيطلعوا باش تعرفوا المنطقه شاشيه. الفيرمات هادو اللي على السدود كبر من الفيرمات بخمسة ستة المرات ديال الميريكان. هاوي انا راه ولد الارض كنعرف علاش كنتكلم على الارض ديالي راه ماشي شي سكير انا كنعرف علاش كنتكلم. في ذاك الفترة الزمنية الخبراء تيقولوا علاش غدير السد بثلاثة المليار والابار كدير غير بعشرات ديال الدرهم انذاك شحال من عشرات ديال الدرهم كاينه في مليار بزاف. بمعنى اي قريه اي قبيله غدير لهم الابار ديال الماء باش يشربوا وديال الري السقي باش يسقيو ديك الفلاحه المعاشيه ديالهم، وهذاك الابار هي اللي غدير في الفيرمات وتحط عليهم الموتورات كدير الكوتا كوت. هما داروا السدود حيت هما اللي عندهم السيما وهما اللي عندهم الحديد وهما اللي عندهم البوصلانه وعندهم عندهم غيبيعوا لك السلعه ديالنا الرمله اللي غيحيدوها من البحر غيبيعوها لينا والارض ديالنا غتولي ديالهم ربحوا جوج مرات وغتخرج الخضر وهذاك الشيء غيمشي لاوروبا يربحوا ثلاثه د المرات والشعب المغربي غيموت ثلاثه د المرات وتما غيتخلق الجمهوري والملكي والعياشي ثلاثه د المرات وغيبقى علي بوحدي وغنطحن ديري ماكم كاملين كلكم خونه. السياسه نتاع السدود الدول العظمى قالوا راه ما خش با الناس كيديروا السد بلي كيبغيو يخلقوا الالكتريسيتي. ملي كدير السد تيسدو على الفقراء المدة والاراضي كتولي نتايا بعيد بسبعين كيلومتر هما يا على الماء وسير نتايا وتيحسبولك في السدود وكيحسبولك في السدود بحال اللي كيحسبولك في الفنادق بحال ديال باكم نتوما الفقراء. ها الفنادق كاينين ها المغربي كيشرب فيهم ها المغربي كيطيب فيهم وكيجيو الناس من برا كيحطو لورو وكيمشي لصاحب الفندق وكتولي الارض عبارة على اش عبارة عن
كتسربي عباد الله بيه. وانا ولد العكاري كنعقل كانوا الشينوا والكوريين تاع الكوريا الجنوبيه الصبريونو والطاليان والبرتقاس كيخدموا عندنا في المغرب في هذه الفتره هذه بشويه ديال الفلوس غادي تخرج الشينوا شوفين وصلات في الطاوله نتاع الكبار غتخرج كوريا الجنوبيه شوفين وصلات وكوريا الشماليه بلومبارغو شد على الامريكان غادي يصنعوا الصواريخ اللي كتقتل اه الايرانيين من 78 امريكان وكلشي شد عليها شتو عند الجامعات وكيفاش كيوصلوا كيصاوبوا وكيصنعوا داكشي اللي كيدلح اللي كيطيح من السماء غير البارح كدور عسكر والعسكر ما عمرهم ما سيروا ما داروا حاجه اللي كيفيق في الصباح كيدير انقلاب سبعه انقلابات اللي جاو في تركيا جا واحد خينا دار غير الدراسات الاسلاميه الشريعه ها هو واش شتو جا من مور هذا راه مليك خسرنا عليه جبل ديال المال عيت ما نحفظ فيه وطلع كاشون واردوغان ما قرا حد وكان في الحبس هي جوج وشوفي وشنو المطار الكبير وداخل في اوروبا هو اللي غيدير التواجد في ليبيا وغيدير التواجد ليها وكيصوب الهليكوبتر وكيشرو من عنده الدول وكيصنع كل شيء هاد الدول كاملين دابا اللي قلت لكم ما عليهم شيء الماسونيه العالميه الصهيونيه العالميه الابراك العالميه البنك الاوروبيه الشيشان المرشان حتى واحد حتى واحد ما شافهم غير المغرب قالوا ليه انت ما غاتصنع شيء ولادك ما يقراو شيء والمرات تكون والدري يكونوا واش عندكم شي عقل ولا ما عندكمش العقل راه كاع الامم كيمشيو راه الا كان شي امه ما مشات شي الحكم ديالها جوج الامم ما غيمشيوش جوج الشعوب ما غيمشيوش الشعب الجزائري ما غيمشيش حيت عندهم مني بزاف وخصو يشمو به الرخاء راه عندهم الشوارع ديالهم والشعب المغربي حتى هويا عايشين بماء المهم تاع مواتهم ايش يكون سا هاد الحكم ديالكم بغاوكم ومحكومين بجوجكم لا نتوما لا نتوما بالفكر اليهودي اللي واحد النهار نتكلموا عليه اذا علاش كيهضر هذا علاش كيتكلم هاد خينا هذا قبط ورقه و تيهضر زعما بحال لا شي حاجه دابا جيب الورقه وكتبوها ليه و غير تكلم غير على الماء بحال على غير المشكل ديال الماء ونتاع القيم الاخلاقيه ونتاع الماليه والدرهم عام وما ولا ما عام شي والشباب واش غيتزوجوا ولا ما غيتزوجوش غتزوجهم ولا ما تزوجهمش شي عندك تما شي وحده في لا يتزوجوا تعطيهم الديور الخدمه الجالية 10 المليار بتاع الناس كتصيفطوا 10 المليار كيصيفطوا 10 المليون ولا 10 المليون كيصيفطوا 10 المليار غندخلوا نحكموا في البرلمان غنغيروا القوانين يدخلوا ما يدخلوش علاش ما دخلوش كيفاش ما دخلوش وكاينين في الدستور ما كاينش الدستور قبط غير يعصر علينا بجوج ديال الجمل الماء الماء بحال عندنا المشاكل كامله هي الماء كل واحد يمشي حدا البحر ويجيب التقشيره ديالو ويصفي الماء ويشرب وصدات نصرانيه ها في المساله راه ساهله القضيه بغي يحصل علينا ما عندو ما يقول الا ما عندك ما تقول ما تخرج شي انا ما عندي ما نقول كنعس موارد المائية الوطنية ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات. هنا غديروا واحد القضيه عمليه حسابيه نتاع الديموغرافيا من هنا ل 2030 حنا اليوم في 2024 بقات 6 سنين من دابا 6 سنين غيتزادوا الناس بمعنى هاد الساكنه هادي غتزاد اليوم عندنا مشكل ديال الماء وقال لك هو 50% بقات 50% لا وبمعنى هاد 50% هادي راه ما تبقاش 50% غتهبط ل 30% حيت الناس غيتزادوا
راه الماء ما كيتزادش شي. واش ما قريتيش مالتوسيدي مالتوسيان؟ نعاودك عاوتاني مالتوسيدي مالتوسيان ونقريك عاوتاني، راه ما بقيتش نتاع التصرفيق وقبتك ونضربك على المصاص ديالك. ايه راه قريتي مالتوسيدي مالتوسيان ولا قروك غير كيفاش انا ما كنعرفش الناس اللي كيكتبوا لي والناس كيفكروا ما كيقولوش راه كاين مغاربه قراو عاقوت يفهموا هذا الشيء. راه بزاف على الحقره. راه اقبح حاجه ملي كيكون الحاكم ما كيعرفش المحكومين. راه كاين غوفرنرز اند سيتيزن، راه كاين المغاربه وكاين الحاكم. الا ما فهمتوش باللي المغاربه الثقافه ديالهم والوعي ديالهم كيتفوخكم، راه خصكم تمشيو بوتيتي. راكم غاديين غاديين. نعم ما تخرجش، هذه الهضره ديالك راه فارغه خاويه. تفرت يا ايوش نختن. إضافة إلى سياق المساق مساحة فلاحية كبرى بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة. ويبقى التحدي الأكبر وإنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحددة دون أي تأخير، ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة. صناعة مائية وإنشاء مهندسين باش دير مهندسين في هذا الإطار، هذا راه خاص جيل من الزمان. راه منين جيتي كان خصك، منين جيتي تحكم منك تي امير خصو يكون عندك ملف على هادي على هادي. ديك الساعه خصو يكون عندك ملفات، ديك الساعه خصك تلاحظ في لوطون وفي المستقبل، تقول 50 25 العام الجايه وتحداك سيف التيروار، وكل مره جبتي حاجه وصوب هادي وصوب هادي. اليوم 25 سنه عندك كل شيء، انت عاد غادي دير مهندسين، وفين غتصيفط هاد المهندسين هادي؟ ايوا دابا عطيني شي دريسيه ولا شي مكان غادي تصيفط ليه المهندسين يقراو فيه باش يجيبوا التكنولوجيا. جبتي التكنولوجيا نتاع باشكلات ونتاع الطوموبيل، كتصنع القرطاس، كتصنع الصواريخ، باش غادي تصنع كيفاش تحلل وتحلي المياه؟ واش كاين شي واحد غادي يمشي يقرا ويقري ولادو ويدير بنيه تحتيه ويجي ويعطيك محمد السادسة يعطيك التكنولوجيا؟ ما كتعطاش التكنولوجيا. جمل مفيدة ما تعلمتيهاش من الغرب، قريتي مونتيسكيو وقريتي عمي فولتير وقريتي كونديد وقريتي كلشي وما خديتيش تطبق داكشي. ودو انا قول لي غير استفدتي نكتي بروكسل. هاد مسيو جاك دولور ما علمكش كيفاش تسير المسائل، راه هو مسيحي وما تيكذبش وكتعزيز عليه، ولكن راه قال كلمه الحق. انت ما يمكنلكش تكون ملك وتسير المغاربه، وقالها جاك دولور. ولا لم يكذب جاك دولور، كان رجل مواقف، كان وزير ماليه وكان هو الرئيس ديالو مارشي كوما، ودرتي عنده ستاج وما تعلمتي والو. واش تي وحكم عليك، قال لك ودي كتدخل في الوقت وتخرج في الوقت وكتحترم، ولكن ما غاديش تكون شي
ديتيرمينال اف دو اكس ديالك نتايا في ذاك الوقت. وبغى الشعب الفرنسي، كاع الشعب الفرنسي اليمين واليسار، مع العلم هو يساري، باش يكون رئيس. وخرج بخطاب قال لي مودي ما نقدش، مسؤولية صعيبة، انت التلميذ ديالو كسول وباغي تحكم على 40 مليون. فكنشيت في انجاز وصيانه محطات التحليه، وهنا نؤكد من جديد انه لا مجال لاي تهاون او تاخير او سوء تدبير في قضيه مصيريه كالماء. شعبي العزيز، امام الجهود واش فهمتي اش قال ولا لا؟ قال لك لا مجال لتأخيري وتعطيلي وتفليا في مجال نتاع واحد الحاجه بحال الماء، بمعنى في الماليه وفي العبراك وفي التسيير وفي الحدد غير ديروا اللي بغيتوا، غير القضيه ديال الماء اللي يخليكم راه غيموتوا ليا المغاربه بالعطش وغيموتوا وغيخنجوا. واش راه هاد الورقه اذا قريتيها غتقول لهم بدلوا هاد الجمله هادي؟ واش عمرك قريتي على على دي تيكست كيفاش تكتبوا الجمل وكيفاش الصنعه ولا لا؟ واش بصح انت قريتي ولا ما قريتي شيء؟ انا عرفتك قريتي ولكن راه ما استفدتي شيء وما فهمتي شيء، هذا هو المشكل. اللي قال الشاعر، اللي قال العربي، ليس من قرأ الكتاب فاهمه. عندنا مشكل مع الملك، عندنا مشكل مع ولد الشعب، عندنا مشكل مع ولد مي الزاويه ولد مي جوبيده ولد مي خبيجه، واحد مشى مول الحج، واحد مشى بالعرفات. اش هاد المجتمع هذا؟ اش هاد المجتمع هذا؟ وبغينا نتقدم مع الجابون. مبذوله لتوفير الماء للجميع، علينا ان نصارح انفسنا بخصوص اقدمه وترشيد استعمال الماء، لانه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايين لتعبئة الموارد المائية وفي المقابل تتواصل مظاهر تدميرها وسوء استعمالها. الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي دابا اش غيدير؟ هو الملك وهو الحاكم وهو اللي كيبدر المياه في القصور وفي الجولف وفي لابيسينات، وهذوك اللي معاه واللي ما كيخلصوش ضرائب وما كيديروا والو، هو غيحمل المسؤوليه للشعب المغربي تدبير نتاع والناس. ما لقاو كاع ما يلبسوا، ما لقاو ما يشربوا، ما لقاوش باش يصبنوا. راه غريب الامر نتاع هذا السيد هذا، مشى عام وما عامش سنه ورجع غيحمل الناس المسؤوليه. راه كاين واحد التناقض كبير في هاد المجموعه ديال الحروف، فيها بزاف تاع المغالطات. وهي ايضا امانه في عنق كل المواطنين. اننا ندعو السلطات المختصه للمزيد من الحزم في حمايه الملك العام المائي وتفعيل شرطه الماء والحد من ظاهره الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لا سيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط. وفي نفس الإطار نوجه الاعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها. ونود أن نكون أخيرا على ضرورة تشجيع الابتكار نقز التكنولوجيات الجديدة أخيرا تدبير الماء. وفيما يخص الأقاليم الجنوبية المملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه كيكرر النهوض بقوة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. إذا نوجه لتوسيع محطة الدخلة والرفع مستقبلا من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى، وذلك باعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة التي تتوفر عليها هذه الأقاليم، وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة ولمتطلبات
متطلبات القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها. شعبي العزيز، إن الاهتمام بالأوضاع الداخلة لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي صفتنا رئيس لجنة القدس، هذا العرس الفايت هضر على الدعم الناس اليهود مثل ديال اسرائيل، وتكلم على الجزائريين، واليوم غيتكلمنا على فلسطينيين. حنا عندنا مشاكل، حنا ما عندناش الماء، ما عندناش السياده، ولادنا كيتعرفوا في البحر، الناس ما كتخدمش، الناس ما كتجوش، الناس كتمشي للممتلكات ديالها، ما كاينش قانون في البلاد، ما كاينش فصل السلطات، ما كاين حتى حاجه. وكتهضر لي على مشاكل ديال فلسطين، راه كيضربوا على ريوشهم، راه التعليم ديالهم احسن من ديالنا، المثقفين ديالهم افضل واشرف من ديالنا، المراه ديالهم راه تيموتوا لاولادها وكتخرج كتولد الاخرين وكتضرب، راه كيتصارعوا، راه غيروا المنظومه على مستوى ديال العالم، راه اثروا على العالم. نعم راه ما تهضرش عليهم، ما تكلمش على الفلسطينيين، راك انت اللي طبعتي. وما تنساش هاي، حيت علي ولد العكري ما كينساش النهار اللي طبعتي مع بني اسرائيل، خرجتي من التاريخ ومن الانسانيه، النهار اللي طبعتي مع اسرائيل حلتي على الكباب جهنم، النهار اللي طبعتي مع بني اسرائيل خرجتي عندنا بالخلخال. اوكي، اذا ما تلعبها لا امير المؤمنين لا امير الكفار، صدات نصرانيه. هاد المواضيع هادو غير جمعوا طول. دابا غادي نتسنطوا لك نشوفوا على القضيه ديال لا 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 ما كاين قدس لا حتى شي حاجه غير مسبوق لايصال المساعدات الغذائيه والطبيه للسجن. ما صيفط لهم والو، قادين على ريشهم هادوك. سير سير، كفى من الكذب يا ولد. دابا غادي ندخلوا غادي نتسنطوا شويه لا هادو اللي عفى عليهم الملك، الملك عفى عليهم، وغادي نعتمدوا على الموضوع ديال الاستاذ بدر صاحب قناه نقاش. اوكي، نتسنطوا الاستاذ نقاش هو اللي غنعتمدوا عليه. هو خصو يخرج، تكونوا فاهمين فين فين، ما نلوموش دابا حنايا، وكنتمناو انه كنعرف لا ما نلوموش ماشي هو، ماشي هو، حنا اللي خصنا نعيقو. دابا الفيلم اللي تيصحاب بنادم دابا تيقول لك مثلا هذا تباع، مول كانت كتتباع، هذا ما تباعش، هذا ماشي السؤال الاول اللي تنسول، وانا تنسول دوك خياتي اللي قالت اللي ما تيهضروش. اما نتيجه حتميه على انه يعيا، يتبع نتيجه حتميه، يوقف يمشي يقلب المهنه، يقلب نتيجه حتميه. فما تعولش على ان الشخص هو غيبقى هو معاه، كتجيو لعابه جدود، لكن المجتمع المدني هو اللي تيخصو عباد الناس كيعتقد كيبغيو شي واحد يبقى يقتلهم السبع يتكلم بلاصتهم. انتوما خرجوا وقفوا معاه. اللي وقع هنا في القضيه ديال هذا العفو الملكي، وهو ان اصلا ما خصوش يكون عفو ملكي، خصوش يكون، كاين دولة حق القانون، كاين دستور، إوا صافي. إنسان دار جريمة، كاين محاكم، وكاين القضاة، وكاين المحامون. إلا المحكمة حكمات بلي واحد الإنسان دار جريمة، راه خصو يمشي للسجن. إلا هاد الناس ظلموا،
رانا ظلموا هاد الناس هادو، راه المسؤول هو محمد السادس. لماذا؟ ما كاينش فصل الصولات، قبض الصولات في يديه والتليفونات، راه حتى واحد هاد فهادو راه ما المهداوي راه واش يعقل واحد الانسان غيدخل ثلاثة ديال الطنوقه ومشي هو شي واحد اخر، وما كاينش هذاك واحد الانسان لصقوا ليه تهمه، هذاك لصقوا ليه تهمه، ومن بعد غيدخلوا الناس للسجن وهذاك اللي غيدخلهم ولا غيخرجهم. اذا هذا هو الاستبداد، هذا هو الظلم، هذا هو الفساد، هذا هو العتو في الارض. لكن كاين مدرسه ديال القضاء كيتعلموا فيها الناس كيفاش وكيديروا ستاج وكيمشيو لهنا يشوفوا الكلب كيفاش داير، وهنا كيفاش جدارميه، وكيفاش لقاو الحشيش هنايا، والرابور كيفاش كيديروه الراب عند البوليس. انسان كيمشي ومن قبل كيقرا القانون ها، وكيدير ستاج في المحاكم والمحامي حتى هويا. اذا خلي الناس يديروا الخدمه ديالهم، انت كتجي كتهرف على طف وكيولي البوليسي هو اللي كيدخل الناس للسجن وتيخرجوهم. وشكون هادو اللي خرجوا؟ شكون اللي خرجوا؟ خرجوا ولا الطبقه المتوسطه السفلى والمتوسطه المتوسطه؟ فين هما ولاد الشعب؟ خرجوا هنا ولاد الشعب، راه الدري ديالهم اللي دخلوا اللي خرجوا، خرجوا طاوجني. علاش غادي تدخلوه اصلا اذا ما دار والو؟ اذا ظلمتوه، اذا ظلمتوه عطوه تعويضات. المساطير القانونية خصها تطبق غير من القاضي، قرا ولا ما قراش، كاين ولا ما كاينش، كاين محكمة ولا ما كاينش محكمة، خلي القانون يطبق. فصل الصولات وما كاينش فصل الصولات غيعدي لهاد الفوضى هادي. خرجت 2400 واحد والاخرين ما عندهمش ماهم، ما عندهمش باهم، ما عندهمش جدهم، علاش ما خرجوش؟ علاش ما خرجش الزفزافي؟ علاش؟ علاش ما خرجش الزفزافي؟ هادو حيت هنا قدام واحد المعضلة قانونية، هادو خرجوا ولا ما خرجوش؟ ما كيهمنيش أنايا، أنا كتهمني المسطرة القانونية خصها تكون مطبقة. علاش أصلا مشاو للسجن؟ علاش غيعفو عليهم الملك؟ شكون هذا اللي غادي يجيب الورقه ويحطها للملك يقول له اشتادوا عفو عليهم؟ الملك ما كيعرفهمش اي الملك. اذا شكون خدم عندهم فلوس مواتهم بواتهم؟ كيفاش هاد الناس غادي يوصلوا باش يديترمينو هاد الناس هادو وباش هاد الناس يعفو عليهم الملك؟ هما يا مظلومين غادي يطلبوا العفو من الملك. كيفاش انت مظلوم وكتطلب العفو؟ إلا كنتي مظلومة ولدي ما طلبش العفو، كيطلب العفو اللي دار الجريمة وكيعفي عليه الملك. مزيان حيت كاين دستور، ولكن واحد الإنسان قبتيه ولحتيه في السجن إيه وخصو يطلب العفو، وهذا هادو غير صحفيين زفزافي وصحابو غادي يطلبوا لولاد الشعب، غادي يطلبوا مسائل اللي هي معقوله. بغاو الجامعه ما عندهم شيء، وبغاو السبيطار واحد النوع تاع السيرفيس، ماشي كاع السبيطار غير واحد الاطباء والممرضين ديال السرطان، غير يمشيو للسجن ب 20 سنه. هاد الزفزافي هذا ما بغاش يطلب العفو، واش هنا مظلوم وطلب العفو؟ إلا طلب العفو ما غيوليش مظلوم، غادي يولي دار جريمة وغتثبت عليه، وهاد المسألة عشناها. المسلم لا يلدغ من الجحر مرتين، ها هو غيبقى في السجن. شتوه؟ هذا هو الظلم الاجتماعي والظلم ديال محمد السادس والظلم ديال المجتمع ككل. كاع الناس اللي كيصفقوا هادو اللي خرجوا راه ظلمة، خصكم تحملوا المسؤوليه ديالكم قدام المجتمع المغربي. مشاو الناس دور من وعد ولا للسجن،
وغيطلبوا العفو من ريجيم محمد السادس، وغيعفو عليهم محمد السادس وغيجي زيان. اقول له ايه انت ما طقتش جواز السفر، انت اصلا ماشي مغربي، انت بريزيلي. حيت قالوها الفرنسيين شحال هادي ابراهيم السرفاتي. غيجيو الاخرين تعويضات ما كانش في محلها، وما كاين ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا، المعيشه غلات، وغيقولوا عاوتاني بغينا. غيقول لهم زيان انتوما ماشي مغاربه خصكم تمشيو للسجن. شتي اللي طلب العفو، حل الباب على راسو، ولا هو اللي ارتكب الجريمه والملك عفى عليه. كيفاش عفى عليه الملك؟ ها هو مظلوم، مشات لهم سنين عدده، ودمرت الاسره ديالهم، وتخلع تخلع الشعب المغربي برمته، ما بقاش كيهضر حيت كانوا تازما مارت، وما تقدرش تقول تازما مارت حيت الملك قال ما كاينش تازما مارت، كاين غير واحد الحقل ديال الزهور والورود. وما بين دوك الناس اللي تظلم واللي باقي مظلوم، اللي هو الرميق الدور، ما غاديش يطلب العفو. علاش ولد الظلم بدا يطلب العفو وهو يا تظلم؟ وحيت ما طلبش العفو، الملك ما عجبوش الحال، وقال لهم راه داك الملف ديال هاد قدور هذا، وحشى احتبار الحق، بمعنى حتى نهار يحني راسو قدور، وقدور ما غيحنيش راسو. واش وقع؟ 44 سنة هو باقي متشرد، وتابعينو كيخلعو فيه، وطلقن عليه الشلاكت ولاد القحبي. شتو ها؟ راه قدور غادي يموت غادي يموت، ولكن غيموت راجل عنده شرف، عنده كرامة. وهاد المنوال وهاد المسلك هو اللي سلكو ولد الريفي والريفية، ولد الأرض ولد الأصل اللي هو الزفزافي. يموت الزفزافي ولا يبقى حي؟ وقالها حيت ماشي بليد، قال أنا غادي نرجع للأرض ديالي حي أو ميت، ولكن بكرامة. والنيف مهجوش، هذا هو الرجل ابن الارض. علاش دارها؟ حيت عنده الارض ديالو، عنده جدود ديالو، عنده التاريخ ديالو. ولد الامازيغ ماشي ولاد، ولد هاد القحبي اللي كتبرؤوا من الامازيغيه والخونه، واللي ماشي ولاد البلاد. هذا هو الفرق بين الرجال، واحد راه متشرد قدور، وواحد راه في السجن بعشرين سنه. واش كاين شي قانون في شي ارض؟ نهار اللي بدات القوانين، انسان طلب مستشفى وغيمشي بعشرين سنة. وتصوروا الى طلب العفو، غادي تسمى انت درتي الجريمة، تخلوا عليه خوتو ريافة اللي كاينين في الدولة، واليوتيوبرز بحال داك ميمون، شيمونيو عار عليك، انت مش راجل ميمون. ميمون شي حاجة نسيت، هذاك اللي خرج كيطبل، وخرج فلان، وفرحتي العرب اللي خرجوا، ولاد البرجوازية المتوسطة والصغيرة. السيد خارجو قدام كتسناها المرسيدس، خوتك بغاو يجيبوا لكم مستشفى. علاش الحسن محمد السادس ما بغاش يدير لهم مستشفى؟ عرفتي علاش؟ حيت محمد السادس عرف باللي في الاصل اذا كان تما الكونسير، المعدل ديال الكونسير تما مرتفع على المعدل نتاع الوطني والمغربي، حيت به مع العسكري ديالو وفقير هما اللي ضربوا الناس بمسائل اللي خلقات السرطان في ذاك الارض. نعم، إذا استجب المتطلبات بتاع ولاد الريف اعتراف ضمني بلي جدادو دارو جريمة تمانية، وقفوا بجانب الأوروبيين. كارافيل سيجار كابيتال مغربي، شي جا من هولندا، شي جا من ألمانيا. نجي نتسنتو للاخ ديالنا، مشى كمان. كاين شي حوايج، راه هذا ما تفرحوش لهاد القضيه هادي نتاع العفو،
راه العفو الجلاد واللي كيظلم ولاد الشعب يمشيو للسجن. وراه وقف وقالها زيان واعترف والحق ما شهدت به الاعداء انه ندم وكيطلب السماح حيت ما بغاش المعاقبه والمحاسبه ديال الجلاد. راه غيخويو السجن باش يعمروا السجن، يخويو السجن يعمروا السجن، يخويو السجن. ودائما ولاد الشعب غادي يمشيو. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، الا دخلوا للشعب راه ما غيخرجش منه، ومن غيدخلوا الولاد ديالهم هما يا غادي يخرجوا. راكم شفتوهم كيخرجوا، خرجوا صحاح وكرشهم بحال حاملين 3 شهور ولا 4 شهور وكيتسناوهم المرسيدسات. ملي كيخرجوا للشعب من السجن ركابيه ما تيقدوه شاي، ما تيقدوش يهزوه، كيبغي يدخل يمشي يشوف ماماه ويمشي لدارهم ينعس. هادو خرجوا من السجن وبقاو واقفين قدام السجن. وذكروني في العربي الامريكان ملي خرج من السجن بقى واقف قدام السجن تيتكلم وكيتكلم وكيتكلم وكيتكلم، واش حيحربيك؟ هاوي التاريخ يعيد نفسه. وكتشاركوا في المهزله والدل ديالكم اولاد الشعب، ما تصفقوش على راه ما كاينش حاجه سميتها العفو، هادي خدعه سياسيه. غير خرجوا هادو باش يبين الملك راه دار شي حاجه، لا ما دار والو، ما خصهمش يدخلوا للسجن اصلا. ولا داروا علاش؟ تحاكموا، كاين مصادر قانونيه، الحق يعلى ولا يعلى عليه. خرجوا هادوك، انا بغيت نعرف اش داروا هاد الناس هادو، واش ضحاو شي تضحيه باش يمشيو للسجن شي حاجه على ولاد الشعب. هادشي اللي بغيت نعرف انايا، لان ولد الريفي زفزافي قال كلمه ديال الحق، طلب واحد الحاجه، طلب واحد الحاجه وهجوه في الهليكوبتر وداروا ليه وما داروا ليه وشتوش داروا ليه وشتوش داروا ليه. هادو راه عندهم الكتوبه وعندهم البرارات وعندهم كل شيء اوي. وخرجوا الخونه قالك علاش ما يطلبش هي العفو، علاش ما يطلبش العفو؟ راه ولد الريف هذاك، راه ولد الارض هذاك، راه ولد البلاد، ولاد البلاد ما كيطلبوش العفو في الارض ديالهم. اللي تظلم ما كيطلبش العفو، العفو خص يطلبو الملك، يخرج ويطلب لنا العفو على 25 سنه نتاع الفساد وعدم تسيير وعدم تدبير، هذا وعدم احترام الدستور وبزاف وبزاف وبزاف. انا يدو بعد الله الشعب المغابه ولتي خصك تكون عندك القدره باش تدور بيبي وباش تعيق وتعاق على انه باترن، على انه شدوه من شدوه شدوه تيخدموا به راه غيعاودوا يخدموا به باش ما تخليهمش يعاودوا يخدموا به، وانك تعطيهم تيتبغض داك الشيء اللي تيقول هاد خينا هذا ولا اي واحد خرج فيهم وبغى يشد عاوتاني الميكا بغى يشد الميكا. الشعب اللي تيخصو يعيق دغيا ويتادم دغيا دغيا يتادم، لانه لازال باقي دابا متمعن هو على الميكا. صوقت صوقت ولكن عباد الله هذوك الانتظارات الكبيره هي اللي تعطيه هو داك الزخم وتعطيه الوقت وتعطيه الفرصه. من خرج من خرج على المهبط ما كانش غيخرج، خرج هو بدايه ديال هو بغى يخرج ولكن ديما كان صعيبه ماشي غادي وجلس وقف شي عام على انه خصو يتمرن ويجي واحد التصدير ويتعاد ويتخلع ويبدا. يخص يبدا، يخص يبدا. اي واحد تعطيه كوره بشي كوره ما يعرفش يشدها، ولكن باش غيشدها ويجري بها النهار الاول الثاني الثالث راه هو اللي تيتحكم فيها. وكذلك هو من خرج وما عندوش هاد الميكانيزمات ما عارفهمش، ديك انا ما تنعرفش نهضر، انا ماشي بحال الحرايق ديال المهداوي انايا نكتب اصحاب الكتابات عاود ترجع كتب انا تنتمتم لحظه تطلع حضوره انا تنتمتم ما عرفتش هي قضيه ديال التمرن وديال التدرب. وتنخرج ما قالش لهم السلام عليكم بداوا الصحافه هنا الصحافه خزعبليه معرطيه شوف ليا لا جا هو قال لك لا حيدوا ليه صيفطوا ليه دار الضايبه يعني جاي ينتقم جاي الدبس ودابا من جبدوني انا جيت من حبس
الفيديو، ولكن باباوي جاب باباه للضص، جابو للضهاص هو باباه. من ديك الزاوية ما عاودش ذكر مع داوي، عاود جبدو عافاسو على أنه طفل وفقط. سمعوا هذا. شو المداوي مكشيت تما مداوي تبعي ما عنده هذه مداوي شي يجي يهلل بها طوموبيل مرسيدس مرسيدس صالون ديال الجلد وهاد المرسيدس زعما هادي ما كانش خصهم الفلوس باش يبيعوها ما كانش خصهم الاخ بدر الاخ بدر عنده واحد ما كيخليش حاجه تذكر بالفعل الناس كيخرجوا من السجن مساكن راه ذكرتو ملي خرجوا الدراري من السجن ملي خرج بحال داك بحال داك مول القرطاسه مسكين حتى هو غيخرج حتى هو خرج بحال داك يفرحوا ليه الناس هذاك علاش غيمشي اصلا داك مول القرطاسه للسجن هذاك بادو حتى هو واش غتسناه المرسيدس الكوير من الداخل نور الدين العواج والاخرين والاخرين تيخرجوا مساكن كيتسناهم ولاد الشعب بحالهم ولاد الشعب تيخرجوا مساكن حتى يهضروا عطشانين هادو دو خارجين المرسيدس كتسناهم راه هنايا كنعيشوا جوج نتاع المغرب كاين المغرب والمغرب هنا اللي خصكم تفهموها هذا راه بحال شي واحد جا من المنفى واش كات ملي كتهبطوا من ديوركم وكتمشيو وكتمشي على راجلك تدخل لداركم واحد كيتسناو المرسيدس والدقيقيه راه كاين جوج نتاع المغرب جوج عرفتش كاين هاد القليل تما فينيات ومعلقه الشمم تتعلق الشمم الفينيات وداك العجب اللي تيعلقوا تما ولا في البار بريز البار بريز كتبان بحال بلاندي خصكم تشوفوها عن قرب بحال بلاندي الضربه ما تهرشي نورمالمون في البار بريز كيكون كتكون لا فينيات السنه 2024 و ما كايناش لا فينيات واش نتاع القصر واش نتاع المخابرات واش نتاع شي برلماني راه طرح سؤال هنايا حنا ما كنلعبوش هنايا غريب واش هذا جا من الحج ولا خرج من الحج حنا هنا قدام واحد كنعيشو واحد منعطف كاين ناس ديز عليهم الدكاكه كاين ناس جهال كاين ناس أميين كاين ناس فقراء كاين ناس جيعانين ناس ما عندهمش الماء ولكن ما عايقينش وكاين واحد الشير ديما عايشين فوق في كيك إذا مشاو للسجن بحال خرجوا بشي ديبلوم غيتزادوا كراد في المجتمع وغادي يخدموا النظام نعم غادي يخدموا النظام راه غير صيفطوهم للسجن حيت ولاد ماما هم وما كيعرفوش ولاد الشعب وكيدخلوهم للسجن باش يتحكوا زكوتر ما مع ولاد الشعب باش يتعلموا دوك الدروس اللي ما عندهمش حيت عندهم الشهواهيد وعندهم الدبلومات وعندهم التلفزيون وعندهم التليفونات ولكن ما عندهمش التجربه اللي عند ولاد الشعب ايوا صيفطوهم لهناك كيصيفطوهم للشعب وكيتعلموا وغادي يخرج وغيعرف ولاد الشعب باش يعرف القوالب نتاع ولاد الشعب وكيفاش كيفكروا الشعب الميكانيزمات ايوا هي هذيك عندهم كلشي غير القوالب ما قراوهمش حيت المدرسه الكبيره في الدنيا نتاع الشارع ما يقدوش عليها غادي يدوهم عند ولاد الشعب الحباشه وغيحدوهم تمانيه اللي يمشي يديروا لهم شي حاجه الوقت فاش تعلموا عفا عليهم الملك وغادي يقول لهم ها انتم دابا عندكم العفو بما نعطاهم الشهاده سموها الدكتوراه سموها البي جي البي سي شي حاجه هنا غادي يقمطوا لك ولاد الشعب 25 عام واحده اخرى حيت هما المصالح ديالهم اللي عندو هاد المرسيدس هادي راه باغي يدافع شي على ولاد الشعب علاش يدافع عليهم
وقام كيخلص الضريبه نتاع سميتها المرسيدس نتاع الالمان. جو نتسنطو ليك ما لقيتش حاجه واش يقولوا ليها ضريبه اللي جديده و تيخصك تعلقو ما بقاش عارف سميتو. لا فيزيت لا فيزيت لا فيزيت لا فيزيت فيزيتا باه معلقه شنو هاد لا فيزيت دوري شنو هاد وباقي عاقل على السياقه بعد 6 سنين واش تخابيق هذا فيلم هذا ما تنساوش هذا فيلم هو دابا هذا فيلم صور بزاف ديال الاجزاء و تيقطعوه فين باش يجيو تيمونطيو تيجيو تنشكر انت المهم لا 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 العفو الكريم وتنتمنى واسفي دابا هنا من تتشكى العفو من تتشكى على العفو دابا بالمناسبه لا ما تنعرفوش واش داو ولا ما داوش ولا كذا تنقولوا هادشي هذا اعتقاد سياسي جاري بغض النظر انا مشيت الناس اللي كنجي تكلموا على هادشي هذا وفي الاوساط ديال هادشي هذا لقيت وحدين منهم في الرباط تيقولوا على انه هو هذا شكون فاهمين شنو هذا تيقولوا هو الخطاب ديالو ما بقاش هو مقبول كان مقبول في الصحافه الواقعيه شحال هادي صافي سال الفيلم سال الزمن وهو راه تيقولوا هو حاليا هنا اش شي جماعه تيشكا العفو ويعني انك كذاتيها انت درتيها ياك ودوزتي المده السجنيه ديالك وقبل ما تدوز عفى عليك الملك وشكرا ليه فانت كنت اصلا تتبتها عليك عفو الكريم من غير احسن من غير من كلامه هو وما تنظنش هذا الكلام هذا عنده شي ابعاد كان يقد يقول مصاحبه موجده باش ما تفهمك ما تشي لعبه مظلومين كنا مظلومين انا ما عارفينش مظلوم ولا كنا مظلومين الا كنتي تعتبر اصلا مظلوم ومعتقد سياسي كنا مظلومين رغم هذا نتشكر على هاد الالتفاته هادي صافي الا ماشي هو شي يقول واعتذاري كذلك لكل من تضرر من هذا الملف من قريب او بعيد واشكر عائلتي وفي مقدمتهم زوجتي والاطفال والهيئه المحامين واتمنى ان نعيش جميعا في مغرب في كان في الحريه وتحت سقف القانون وما نيل المطالب بالتمني وإنما تؤخذ الدنيا غلابا يعني التمني ماما إيش حسنة التمني شي المرسيدس كي مكسلة كنت تتساينو هادي تتساينو كنت في الكراج مخصوم فلوس محاميين مخصوم فلوس ماكلة أكيد تساؤلات كتير على هادشي هذا مهم يجب أن تكونوا حاديين يعني شو بلادي مربيك بلادي خرج من الحبس وربيك شتي كي داير هادشي هذا ما يدوز ان شاء الله لا دوز هادشي هذا بالله الا دوز انت اسمع هذا شكرا هذا ولتي يقول لهم شكرا تقولوا له كلمه هذه تقول لهم شي هذا الرسوني هذا الرسوني سمعوا الرسوني مقارنه معاهم دعوه شكرا شو سمعتوا الرسوني سيد زربان يدخل لدارهم سيد زربان ما غيعطيش الكلمه حتى شي واحد ما غيمدح لا ملك لا مملوكيه كيقول شكرا لهذوك الناس اللي تمانيا علاش هنا الفرق هنا كيبانوا المواقف وهنا كتبان الرجوله وهنا كتبان القضيه ديال الاصول والاصل والطبقه الاجتماعيه وهنا كيبان اللي مظلوم واللي ماشي مظلوم وهنا من هنا كيبان لك في المستقبل شكون هذا الرسوني واش غادي يدير وهذاك واش غادي يدير هنا كتحدد المسائل كل واحد دوز الرسالة ديالو للنظام عفو كريم هذا قال شكرا للناس اللي دارين به شكر الناس
يشكر الملك الراضي ممتلي العفو الملكي. تي دابا تشكروا دابا تيلي هادشي راه تبتوا عليهم هما. واحد اللي ما تبتاش عليه حاليا هو هذا ريسوني، انا ما تبتيناهم عليهم. يعني داوا ولا ما داواش؟ ريسوني خرج مشى لدارهم. عندنا في اسفي ما فيه ما يتشرب. لا عم شفت اخويا الفيديوهات الناس تمشي للسقايات وهادشي. ومن تتكون الشوطه تخلي الماء يمشي؟ انت ديك الطبقه المائيه ديك الفرشة المائيه. إذن إخواني أخواتي القضية راها باينة في الأصل، علاش الإنسان غيطلب العفو؟ علاش الإنسان غيطلب العفو؟ ما درت شي والو ما طلبش العفو. واش أنا نتظلم ونطلب العفو؟ الزفزافي ما طلبش العفو، كيبقى راجل يموت في السجن غير يدخل لدارهم، تكمل 20 عام غيدخل لدارهم، ولكن ستبقى الشرف والكرامة. هذا هو الموقف، هذا هو الإنسان اللي عنده الهبة اللي عنده وزن، يديروا فيه اللي بغاو يديروا، وبغى يقبلهاش الملك وبغى يسمح ليهش النظام. المخزن راه ما كيسمحش، غادي يعدي الثمن ديالها. نعم، والمنطقة كاملة الرجال ديالها والعيال ديالها غيعدوا الثمن ديالها، وغي تزادوا فيهم الخوانة في الريافة. فيما تيكون راجل تيكونوا 10 ديال الخوانة، غير دوك الرجال تيبقاو هما الأصل، هما الأصل دائما. الرجال قلال وهم اللي كي يربحوا نهار الاخراني. راكم شتو كاع الناس اللي طلبوا العفو اش وقع عليهم؟ قدو الرمي وقع عليه بحال اللي وقع الاخرين، وكيبقى شامخ راجل حيت ود الارض ود العبديه ود العبده الارض الخشبه اللي عطات الرجال. وكاين ماشي ود البلاد، ماشي ماشي ولاد البلاد، كيبقى ماشي ولاد هادوك كيتسموا خوانه. ولكن قلنا لكم شكون هما وشكون الاصول ديالهم وغادي نرجعوا ليهم. وتحيه نضاليه، ما ضاع حق وراءه طالب، وراء العفو هذا 25 عام نتاع الفساد نتاع الظلم والتراكم. راه مشات الامم، سبقتنا الشينوا وكانت متخلفه، وكوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه وتركيا وايران حتى هي. اذا النظام هذا راه غادي يسالي ماشي ولا الطبقه المتوسطه ولا المرسيدس اللي غيدافع لكم على المصالح ديالكم. بيريود، ما تنساو شيء، 50 عام هو تيخدم في النظام النقيب زيان، ما خرجوش. هذيك علامة ورسالة سياسية لأي إنسان عاقل عنده شرف وعنده كرامة. تخدم النظام ولا ما تخدمش النظام، ملي كيسالي معاك ما تلاش بغاك، ما تلاش بغاك، بغا جيل جديد، دم جديد. العالم تاع محاماة والقضاة ما بقاش، ولا واحد العالم تاعش تاع سبيتش تاع الهضرة تاع الكلام تاع تكنولوجيا. ادوهم دخلوهم وخرجوهم، وهادو هما اللي غادي يعطوهم المواضيع. وربما علي المرابط مشى الزمان والعهد ديالو، وزيدوا عليه حتى خوه شقيقو من موحدة اخرى اللي هي دي هو المهداوي. كنعيشوا واحد المنعطف جديد ونهاية جديدة، وبزاف د الحوايج غيوقعوا وغنتكلموا عليهم في مواضيع جاية ان شاء الله. شاركوا في القناة وشاركوا مع اخوتكم واخواتكم. تحية نضالية.